كرة قائد فريق اشبيليا كان واضح. والانطلاقة عن طريق ليو ميسي على جانب، ما زاد في السرعة ليو مع راكيتيج، ليو ما زال ليو دخل ليو راح ليو 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 با 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 جول جول يا له من جول. لويس سواريز المبدع، ضربة بقصية رائعة، بل المبدع هو ليو ليو ليو، دخل وصمد ومرر، فجاء لويس سواريز وسجل هدف الرابع والعشرين، هدف في منتهى الروعة من سواريز. الانطلاقة والتوغل رائع من ليو، صمد امام لاعبين اثنين ومرر بيمناه، جاء لويس سواريز من الاوروغواي بعدما وصلته كرة من الارجنتين وجاء الجول الاول. هاي الانطلاقة من ليو، ولويس سواريز تخطئ امامه تدفع الثمن، والثمن هو هدف اول لبرشلونة عند الدقيقة 25 من عمر المباراة. ليو بيمنا، ماذا فعلت هنالك يا باريخة، ماذا ضيعت؟ وجاء لويس سواريز بمقصية باغت سيرجيو ريكو، جول لبرشلونة امام اشبيليا بعد 25 دقيقة لعب، يسجل هدفه الرابع والعشرين هذا الموسم لويس. راكيتيج ونيمار، راكيتيج ونيمار، نيمار با 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 وسيرجيو روبرتو با با جول. سلام عليك يا ليو، جول جول ثاني لفريق برشلونة، هو السادس والعشرين لليو، راح مباشرة لسيرجي روبرتو يحييه على التمريرة، لعبة سريعة من نيمار توغل من هناك، كنا نعتقد بأنها كرة ميتة ولكن سيرجي روبرتو أحياها في القائمة الثانية. ابكي يا اسكو يا أخو خيسان باولي على هذا الهدف الثاني الرائع للبرسا في ظرف 3 دقائق. انطلق راكيتيتش، مرر لنيمار، 4 مهاجمين أمام 3 يسجلون عندما يكون 11 مدافع، فما بالك عندما يكون 3 مدافعين. ليو بيمناه بذكاء، بحنكة، ببراعة وبسهولة وببساطة حطها في الجول، هدف ثاني لبرشلونة عند الدقيقة 27 من عمر المباراة، والهدف 26 لليو ميسي. 2-0 صارت النتيجة للبارسا أمام إشبيليا. المجهود الذي قام به سيرجيو روبرتو رائع جدا، والحركة يعني في المكان اللي كان فيه ويرجعها لليو، لذلك يقدر ليو هذه التمريرة ويروح مباشرة لسيرجيو روبرتو لأنها التمريرة كانت من أروع ما يكون، وجاء الجول الثاني لفريق بارسا. الركنية تنفذ من نيمار وغابير ماتشيرانو براس، راكيتيتش في القائمة الثانية، يتفوق الحذاري من سواريز، ميسي با 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 جول. ميسي لا يرحم، ميسي يسجل الجول الثالث لفريق برشلونة من ركنية من هناك من نيمار، استلمها ميسي، خوخي سان باولي لم يفهم شيئا، وجاء الهدف الثالث لبرشلونة عند الدقيقة 33 من عمر هذا الشوط الأول. ميسي بثنائية، ميسي القاتل، ميسي الساحر، ميسي يسجل جول ثالث ويسجل ثنائية اليوم. ميسي ميسي ميسي، جماهير الكامب نو تنادي وتهتف بحياة ليو ميسي الذي يسجل هدفه 27 له هذا الموسم في الدوري. شوف الإعادة، ترك دفاع فريق إشبيليا تسقط هنا، رجعت الكرة لليو، بوم حطها بيسرى في الزاوية اليسرى لمرمى سيرجيو ريكو، جول ثالث لفريق برشلونة على يسار. واو، وسط عدد كبير جدا من اللاعبين تمكن ليو ميسي من تمريرته الكرة التي تدخل الشباك، جول 3-0 لبرشلونة امام إشبيليا بعد 34 دقيقة لعب. لحد الان البرسا في طريق مفتوح نحو تحقيق فوز كبير اليوم امام فريق إشبيليا بالثلاثية ضرب بعد 34 دقيقة لعب لحد الان.